سالي وصلنا لفقرتنا الختامية، يعني تحديات كثيرة بتواجه السيدة والمرأة العاملة والصبية، أنه تحط مكياج صبح بوقت قصير يمكن ويناسب العمل يلي بيكون فيه شوية جدية. أيضا السيدة أريج الصبح ما بيكون عندها وقت لتتمكياج بطريقة أو بتاخد وقت كثير، فبتضطر تحط أشياء بسرعة شوي ولكن تكون فريش وطبيعية الصبح وتناسب أيضا عملها كصباح. يعني هنتعرف على هذا الشيء مع خبيرة التجميل سوزانا معصب. صباح الخير. صباح الخير حبيبتي. أهلا وسهلا فيكي سوزان، وأهلا وسهلا فيكي بونجوري، سعد صباحكم. يعني اليوم سوزانا في خطوات معينة لازم كل صبية وكل سيدة تتبعها الصبح لحتى تبلش نهارها ببشرة مشرقة، شو هي هالخطوات؟ الخطوات الأساسية اللي تبلش الصبية أو السيدة العاملة النهار ببشرة مشرقة، أول شيء أنه تكون نايمة مرتاحة بالليل أقل شيء 6-7 ساعات، وبعدين بس تفيق الصبح بتبلش يمكن بتحط شوية تماما يمكن الكريم، يمكن هو أهم شيء تكون بالليل هي نايمة مرتاحة، حتى كريم بالليل قبل ما تنام عاملة غسول لوشها وحاطة الكريمات الليلية المعتنية فيها. سوزانا خلينا نبلش الشغل، يعني خلينا نشوف التطبيق العملي للشغل على البشرة. ومعلش كمان وانت عم تشتغلي نشوف الألوان، يعني بلكي هلا بتاخذ الكاميرا للألوان. أوكي. شوي نحن أهم شيء هلا انه هلا السيدة بتحط بالبيت الكريم النهاري حول العين والسيروم لوشها قبل ما تحط الفونديشن. هلا انا رح احط لها البيز البرايمر على وشها قبل الفونديشن، هذا الشيء اساسي لازم هذا الشيء اساسي بيحمي البشره من المواد اللي بدنا نحطها، وبنفس الوقت بيخلي الفونديشن يضاين على وشها. في كثير سيدات يمكن بيهملوا هالمرحله سوزانا، البيز دغري ببلشوا مكياجهم، قديش هذا الشيء بياثر يمكن على مسامات الوجه؟ هذا بيغلف البشره، يعني حتى بيسكر المسام مشان ما يتاذوا من الفونديشن اللي بنحطه او كذا. هذا كثير مهم انه نحط اذا ما عندنا بيز نحط كريم نهاري ونحط السان بلاك البروتكشن على وشنا كمان. واخي الشمسي احيانا الصبايا بتستخدمه قبل البيس، هلا هذا الشيء صح ولا ما بتفرق؟ يعني انه ما بياثر. هلا انا مثلا الفونديشن اللي عندي هون فيه كمان واقي شمسي. هلا انا حمدل الفون بهي الفرشايه بنمده بهي الطريقه لتحت باتجاه شعر الوش. هلا فينا نمده بايدنا. ايه تماما، يعني يلي ما كثير بتهتم بامور الفراشي ممكن يمد بالايد. ايه طبعا فينا نمده بايدنا. يعني هلا بورجيك يمكن الفرشايه بتعطي بتمد اكثر بايدنا فينا نتحكم بسماكته اكثر، يعني اذا بدنا اياها طبيعي او شيء. وفي عندي السبونج كمان فينا نمد فيها. تماما، شو الفرق سوزي بين الفرشايه والسبونج بالنسبه للفونديشن؟ هلا السبونج لازم يكون اول شيء رطب ومنمد هيك بطريقه طبطبة على الوجه. تمام. الفرشايه هلا انا بحبها اكثر، يعني كل وحده شو بترتاح، عرفتي؟ بس الاثنين بيعطوا نفس النتيجه. سوزي عم تحطي ليكويد انت للرقيق، الفونديشن للرقيق، لانه الصبيه الصبح ما بتحتاج لهيدي الطبقه. لا ما بتحتاج طبقه، او ممكن تكون بشرتها بتساعدها. قديش مهمه مثلا البشره تساعد مثلا ما فيها خلينا نقول شويه حفار او حبوب لتقدر تخفي الفونديشن للرقيق؟ هلا هي هون بشرتها حلوه بس بدها طبقه خفيفه. نحن طبعا بنتحكم بسماكته، يعني بدنا نفس الفونديشن نحن فينا نسمكه قد ما فينا، بننطر دقيقه بنرجع بنحط طبقه ثانيه بنعمل كفر اقوى على الوش. طيب سوزي بتنصحي انه الصبيه تستخدم لون فونديشن من لون بشرتها، ام الصبيه اللي بتحب تغمق شوي على البرونز خاصه الصبح يعني وهي رايحه على الشغل بتفضلي انه ينحط الوان البرونز؟ هلا حسب لون جسمها يعني بفضل، عرفتي؟ بس هيك بيعطي اطلاله يعني طبيعيه. يعني الصبيه المحجبه لازم يناسب كفوف ايديها اللون اللي بتحطه على وشها، اما اللي مو محجبه بده يناسب هون يعني القرنه الباينه من جسمها، عرفتي؟ هذا بيعطيها اطلاله طبيعيه اكثر يمكن الصبح وخاصه على الشغل. هلا الكونسيلر بنحطه لحال. يمكن شفنا حطيتي الفونديشن سوزان قبل الكونسيلر واصح هذا الشيء. في صبايا بتحط كونسيلر بعدين فونديشن؟ لا هلا هيك مشان نقدر ندمجهم، عرفتي؟ تمام. هلا فينا الكونسيلر نمده بالسبونج وفينا باصبع ايدنا بهذا بهي الطريقه طبطبه.
كمان لون الكونسيلر كتير مهم انه ما يكون درجة بياضه، يمكن سوزانا ما هيك، ما يكون ابيض ناصع، يكون شوي مايل للون البيج او اللون شوي اللي فيه شوي هو بس صفار. شوي يكون افتح من الفونديشن مشان يعطي اضاءة تحت العين شوي. قديش مهمة طريقة المد؟ قديه مهمة طريقة المد؟ ايه كتير مهمة طريقة مد الكونسيلر، كتير مهمة مشان ما يظهر تجاعيد تحت العين غمضة. يعني نحن بس نمده صح مشان ما يعطينا هدول الخطوط الظاهرة يمكن تحت العين. إذا مد غلط بيعطي هاي الخطوط. يمكن إذا ما في أو في خفيف بيظهر. كمان ما يبين الفرق بين الكونسيلر والفونديشن، يعني اوقات بيكون ضوي زياده فبيبين في فرق باللون. هو افتح درجه لازم يكون، مو كثير يعطي، انه مشان على التصوير ما يعطي كثير. المرحله الثانيه هلا شو؟ هلا حواجبه رح يمكن الصبيه بتاخذ اكبر وقت فيها هي تعليم الحواجب. هلا نحن حواجبه بما انه الصبح ما رح نحددهم بشكل قوي، حنعبيهم تعبايه بس بما انه هي طالعه انه للشيء للصبح. بس حنعبي الفراغات. تمام. قديش مهم لون القلم تبع الحواجب يكون مناسب للشعر والبشرة، ما منحط مثلا انه اذا كانت الصبية شوي شعرها فاتح لازم يكون شوي يمكن القلم فاتح، لازم ننوه عليه. كتير مهم انه يكون مناسب لون الشعر لانه بيبين. المرحلة اللي بعدها شو هي رح تكون؟ يلا حنحط البلاشر. نحن شوي سوزان نحاول نستعجل شوي. اول شيء مشان نفرجي الصبيه قديش هي بوقت قصير ممكن تعمل الميك اب، وثاني شيء مشان وقت. هلا انا الفونديشن اللي حطيت لها اياه فيو باودر، هو ما بده بودره لكل الوجه يعني، بس بنحط هيك شوي نعطي لون للوجه. اكتب رميها الصبيه شوي هيك لهون تماما مشان تقدر الكاميرا تاخذها بشكل اكبر. يعني أريجة فريش طلعت بوقت كتير قصير، يمكن عم نلاحظ كمان البودرة سالي البلاشر، كمان طريقة حطه بتلعب دور ما هيك سوزي؟ ايه اكيد. هلا طريقة حطه، هلا هي هون عندها خدود بنحطها بطريقة هيك مشان ما يبين اكثر، عرفتي لتحت شوي. يعني بتفرق الصبية اللي شكل وجهها اللي عندها شوية خدود. تمام. مشان هيك بنحطها بطريقة نعطيها عرض لوجهها اكثر، نعطيها نعمل لها كراسي خدود. والصبح ما يكون في شوية جلتر لمعة بالبلاشر؟ هلا في هايلايتر كتير حلو خفيف جايبة منه، يعني خرج الصبح هو ما نو قوي، بيعطي هيك شيء بسيط بس إذا بدها الوحدة تحط غير تبع السهرات هاد، يعني هيك بس شيء بسيط إضاءة للوجه. بتفضلي شادو الصبح؟ هلا الصبح إذا بتحب تحط هيك لون بيج فاتح حلو، أو سومو خلينا نقول، تبعد عن الألوان الغامقة الأسود البني الغامق المحروق يمكن، وحتى الألوان لا أكيد الصبح ما حلوة هي الألوان القوية. يعني هيك كانت نثبت الكونسيلر. تماما الكونسيلر نثبته يعني بالبودرة مشان ما يروح. كل صبية تقدر يمكن هي تثبت بالبداية لحتى يمكن ما يكون في شيء مأوفر عند الصبح. نحن سوزانا كثير بدنا نشكرك على هالميك اب الناعم أكيد. يلي اليوم شفناه ضمن صباحنا لليوم، شكرا كثير لوجودك معنا، ونتمنى دائما كل سيده تكون باطلاله مشرقه عند الصبح. عن جد أريج يعني الصبيه طلعت كثير فريش، بدنا نشكرك، بدنا نشكر الشغل الرايق يلي اشتغلتيه معنا، واكيد ان شاء الله يكون لنا وقفات ثانيه لميك اب مختلف طبعا بيناسب ان كان الصبح او المساء او اي روحه. ميرسي لك. اهلا وسهلا. بس بدي تفضلي. بس بدي اعطي نصايح انه ما حدا يطلع بدون واقي شمسي لكل ست بتشتغل، وما تاهمل بشرتها وتحط كريم نهاري، والواقي الشمسي بس نحطه كل ساعتين نرجع نجدده. هي نقطه كثير مهمه. شكرا كثير لهالنصايح اللي قدمتيها سوزانا، يعني مع